أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة سما، والبداية بالعناوين. فوضى السلاح تؤثر سلبا على كل المدنيين. استمرار تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في مدينة نوى بريف درعا الشمالية. ساعدني هذا المشروع أنه الدخل إلي ولعائلتي. بالتعاون مع منظمة الفاو، دائرة التنمية الريفية بدير الزور توفر 90 فرصة عمل. الضروري للمواطن هو السكر والرزق. حتى إشعار آخر، صالة سورية للتجارة في الرقة تمتنع عن تسليم المواد المقننة منذ الشهر الخامس. أهلا بكم. تتواصل اليوم عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في مدينة نوى ومحيطها، وذلك بالتزامن مع تسليم المسلحين أسلحتهم للجيش وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة. تحية لكم مشاهدينا، نحييكم من مدينة نوى بريف درعا الغربي، هذه المدينة التي انضمت يوم الخميس الفائت إلى اتفاق التسوية وبدأت عملية التسويات فيها. اليوم يتم استكمال هذا الموضوع وعملية تسوية الأوضاع وتسليم السلاح، حيث تم تسليم عشرات قطع الأسلحة بينها بنادق آلية وبينها أيضا قناصات وبعض القاذفات التي تم تسليمها، وسنحاول أن نرصد هذه الأسلحة التي تم تسليمها ضمن هذا المركز، مركز تسوية الذي يعني افتتحته الجهات المختصة. وكما نلاحظ هذه هي بعض قطع الأسلحة التي تم تسليمها اليوم، والتي تضم كما قلت البنادق الآلية وأيضا قناصات وأيضا قاذفات من نوع RPG وأيضا حشوات لهذه القذائف. ضمن هذا المركز قامت الجهات الأمنية هنا باستلام هذه الأسلحة وتوثيقها وإحصائها بشكل كامل، فيما تستمر هذه العملية ما زالت مستمرة إلى هذه اللحظة إلى حين الانتهاء من ملف تسويات مدينة نوى. بطبيعة حال توازيا مع هذا الموضوع، أيضا عملية تسوية الأوضاع مستمرة بالنسبة للمسلحين وأيضا للمطلوبين وأيضا للفارين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها. نتحدث عن تسوية أوضاع ما يزيد عن 200 شخص خلال اليوم وأيضا خلال يوم الخميس الفائت، في ظل استمرار هذه العملية واستمرار يعني تقديم التسهيلات من قبل اللجنة العملية العسكرية واستمرار عملية تسليم السلاح. يعني كما نلاحظ ما تزال عملية تسليم الأسلحة مستمرة بشكل آني ضمن هذا المركز، ويعني استمرار تسليم هذه الأسلحة من قبل المسلحين المتواجدين في هذه المدينة في ظل تسهيلات كبيرة كما قلت من قبل اللجنة الأمنية والعسكرية ولجنة التسويات لضمان سير هذا الموضوع بشكل كامل. سنحاول أن نلتقي بعض الأهالي في هذا المكان. يعطيك العافية عم، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. عملية التسوية وتسليم السلاح لمصير بنا والله كثير جميل ومجلح ماشي الحال. المكرمة هاي مليحة من كونوا الفارين من الجيش عملوا تسوية ورجعوا بخدموا الوطن، وشكرا للسلاح. مهم ترجع الحياة، مهم يرجع يعني إنشاء السلاح رجع الحياة لوضعها. اللي كان معه سلاح رجع سلاح ورجعت عملوا تسوية والحمد لله والأمور بخير. عملية تسليم السلاح قديش مهم لعودة الأمن والاستقرار للمدينة اليوم؟ عملية تسليم السلاح استقرار للمدينة، فوضى السلاح تؤثر سلبا على كل المدنيين، والسلاح ينبغي أن لا يكون إلا مع جهة واحدة هي التي تضمن الأمن والأمان في البلد، وهي الأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي. شكرا كثير. عم بتصير شو رأيك فيها عم؟ شو حابب بخير ونوى بخير إن شاء الله، والله بيحل بسلام وتعيش العالم بسلام، كل شعب سوري الوطن وقائد الوطن تعيش بسلام، هذا اللي احنا بنعنيه. احكي لي شو بتعمل هون وشو حابب توجه رساله؟ والله عم نعمل تسويه. والوضع فار انت ولا كيف؟ اي والله كنت فار. اي والله. ليش عندك فار؟ عندي شيء حوالي السنة وشهر. كيف شايف الأمور؟ والله الأمور ممتازة وتمام والحمد لله، والأمور بخير الحمد لله. أي والله. قديش مهمة هي التسوية فعلا لترجعوا لوضعكم؟ مهمة كتير والله كتير، نرجع بخير وسلامة ونرجع لغطعتنا والحمد لله والأمور بخير. شكرا كتير. شكرا لك. الله يطول عمرك. شو تسوية وضع قديش عندك؟ والله صار لي 2019 يعني
شو رايك بالتسويق؟ قديش مهم؟ مليح مهمة يعني للجميع، يعني الواحد برجع لقطعته برجع له. قديش مهمة التسويق؟ التسويق مليحة، تنفع الشباب، تدخل فيها على الجيش. إذا يعني مشاهدين هذه العملية مستمرة كما قلت حقيقة في ظل استمرار عملية تسليم السلاح وتسوية الأوضاع، أعداد كبيرة حقيقة تم تسوية أوضاعها. اليوم هو آخر الأيام المحددة لمدينة نوى، من المفترض أن يتم غدا الانتقال إلى موضوع المتعلق بعمليات التمشيط والتفتيش ضمن هذه الأحياء، توازيا مع بدء العمل بانضمام مدينة جاسم، هذه المدينة الهامة التي تقع إلى الشمال من مدينة نوى، انضمامها أيضا الذي سيكون يوم غد إلى اتفاق التسوية. تستمر عجلة المصالحات، عجلة التسويات، تستمر عجلة انتشار الجيش العربي السوري وبسط الدولة السورية في جميع مناطق محافظة درعا. كنت أنا معكم فراس الأحمد من مدينة نوى، ريف درعا الغربي. أقدمت التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي على اختطاف مدني والاعتداء على أحد وجهاء العشائر في ريف الحسكة الشمالي الغربي، وأشارت مصادر محلية إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا على مداهمة أحد المنازل في قرية العدوانية بناحية رأس العين المحتلة واختطفوا مدنيا. جانبا موازن، اعتدت مجموعات إرهابية مما يسمى صقور الشمال بالضرب على أحد وجهاء العشائر في قرية البديع خلال محاولته منعها من دخول القرية لفرض أتوات والاستيلاء على ممتلكات الأهالي. أكد وزير المالية الدكتور كينان ياغي رفع بوليصة التأمين الصحي الخاصة بالعاملين في القطاع الإداري اعتبارا من بداية العام القادم إلى 60,000 ليرة تشمل تغطيات داخل المشفى بقيمة 2,000,000 ليرة. أوضح الوزير ياغي أن 90% من العمليات الجراحية بالمشافي العامة والخاصة أصبح بالإمكان إجراؤها بواسطة بطاقة التأمين الصحي، بينما يمكن الاستشفاء خارج المشفى بعدد غير محدد من الزيارات بسقف 200,000 ليرة سورية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة. وبيّن الوزير ياغي أن قيمة القسط السنوي لبوليصة التأمين الصحي الجديدة تبلغ 60,000 ليرة، تتحمل الدولة 25,000 منها، والباقي يتحمله المؤمن كنسبة من الراتب الأساسي المقطوع وهي 3% شهرياً. صرح الدكتور عبد الرزاق قاسم المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية بأن مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX أغلق في نهاية الربع الثالث من العام 2021 على 11,357 نقطة، أي بارتفاع وقدره 1,300 نقطة عن نهاية الربع الثاني وبنسبة تقارب 13%. وأوضح قاسم بأن مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX قد ارتفع في الربع الثالث من العام الحالي إلى قيمة 1,398 نقطة، أي بارتفاع وقدره 15 نقطة عن نهاية الربع الثاني، فيما بلغ إجمالي قيم التداولات خلال الربع الثالث من العام الحالي حوالي 7,900,000,000 ليرة سورية. أبلغ حجم التداول في السوق خلال الربع الثالث حوالي 8,200,000 سهم. كشف المهندس سامر عودة مدير الصناعة في حلب عن ارتفاع في مؤشر زيادة المنشآت الصناعية والحرفية التي دخلت قطاع العمل والإنتاج خلال الفترة الماضية، وأشار عودة إلى أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في المحافظة كان في أيلول العام الماضي أكثر من 17,000 منشأة، وحالياً وصل إلى ما يقارب 18,000 منشأة. وأوضح عودة أن هذه الزيادة مؤشر على رغبة رجال الأعمال والصناعيين والحرفيين بإعادة تأهيل منشآتهم المتضررة وإقامة منشآت جديدة تكون رديفاً هاماً للقطاع الصناعي والحرفي، ولا سيما في المناطق والتجمعات الصناعية في المدينة والريف.
استلمت مديرية تربية الحسكة مجموعة من المقاعد الدراسية والطاولات مقدمة من جمعية البر والإحسان الخيرية في رأس العين، وذلك لتخفيف الازدحام والاكتظاظ في الشعب الصفية جراء استيلاء ميليشيا قسد على أغلبية المدارس في إطار دعمها لقطاع التعليم وما يواجهه من ظروف صعبة جراء الازدحام والاكتظاظ داخل الشعب الصفية. قدمت البر والإحسان الخيرية 877 مقعدا و285 طاولة للمساهمة في التخفيف من معاناة التلاميذ. بالمقابل كشفت مديرية تربية الحسكة أنه سيتم توزيع المقاعد والطاولات على مدارس وليد نوفل ورضوان السيد وروضة الباسل في مدينة الحسكة، وذلك إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها المديرية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ والطلاب كتطبيق الدوام النصفي ومناهج الفئة ب والتعليم الذاتي ومحاولات استثمار أبنية حكومية وتركيب غرف صفية. في الحسكة أيضا نظمت دوريات رقابة تابعة لدائرة الشؤون الصحية في مجلس المدينة 71 ضبط مخالفة صحية وإشغالات بحق الباعة وأصحاب المحال التجارية والمطاعم، ذلك خلال الأسبوع الماضي. الدوريات نظمت 12 ضبط مخالفة صحية لبيع المواد الغذائية، إضافة إلى 59 ضبط مخالفة إشغالات أرصفة وطرق وتوجيه 65 إنذارا صحيا. من جانب ثاني، تستمر دائرة الشؤون الصحية في حملة رش المبيدات الحشرية ومكافحة القوارض التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي والتي تشمل الأسواق والمراكز الطبية ومكبات القمامة ومجرى النهر. في سبيل دعم المجتمع الريفي في محافظة دير الزور، حقق برنامج دعم سبل العيش المنفذ من قبل منظمة الفاو وبالتعاون مع مديرية زراعة دير الزور نتائج جيدة انعكست على 90 مستفيدة تمكن من بناء مشاريعهن الصغيرة وتحقيق عائدات مالية. تشجيعا للأسر وتطويرها، تم إطلاق برنامج دعم سبل العيش المنفذ من برنامج الأغذية العالمي الفاو وبالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية وإشراف وتدريب مديرية زراعة دير الزور، الذي يدعم 90 مستفيدة في وحدات التصنيع بعدة قرى من خلال تقديم الدعم لتتحول إلى مشاريع صغيرة تسهم في تأمين دخل ومصدر رزق لبعض العائلات ودعم المجتمع الريفي في المحافظة. عم نتوجه لدعم المجتمع الريفي خاصة النساء بشكل عام، عملنا لهم وحدة تصنيع هون بالبغيلية إضافة لوحدة تصنيع ثانية بقرية العبد، قدمنا لهم مواد وتدريب. المواد تقدمت منظمة الأغذية العالمية بوجود الشركة التنفيذي غرف الزراعة. ساعدني هذا المشروع أنه الدخل إلي ولعائلتي، وساعدني أنه زاد أعمل مونة لحالي ولبيتي وصديقاتي، حتى لما انه يجون مثلا انه اعلمهم على هذا الشغل حتى اذا ما كانوا يعرفون، وابيعهم مثلا حتى اذا كان بسعر شوي رمزي، يعني اذا كانوا مثلا يعني بالبدايه حتى اكسب الزبون. تعلمت مثل ما قال الاجبان والالبان، صرت اعمل لي ولبيتي والصديقاتي صاروا يجون يسالوني عن كل هاي الشغلات. أظهر تنفيذ مشروع وحدات التصنيع الغذائية الريفية التابع لدائرة التنمية الريفية في محافظة دير الزور جدواه الإيجابية في تأمين المواد الزراعية المصنعة والتي يتم بيعها بناء على طلب الراغبين فيها من الأهالي، ليكون إيرادها معيلا مناسبا للنساء اللاتي انخرطن وأسهمن في الإنتاج ضمن وحدة التصنيع الغذائية. اشتغلنا بيها وأول مرة أول دفعة قدمونا اللي قدموه ويبسناها وخلينا شوي مونة ولولادنا وبعنا منها استفادينا. واحدة من مجموعة مستفيدات قدمت لنا الفاو فرصة للعمل ضمن بيوتنا، قسائم ناخذ بها خضرة من سوق الهال ونصنعها. الدفعة الأولى كانت دبسة فليفلة، عملنا دبسة فليفلة بعنا والحمد لله رجعت لنا بمردود جيد. استفادينا من هالمشروع ونتمنى أنه يتكرر النوبة، استفادينا منه. تعد هذه المشاريع خطوة هامة لدعم الأسر الريفية وتشجيع العمل الجماعي بما يحقق الاكتفاء الذاتي للعائلة المستفيدة. وضعت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب ضمن خطتها الزراعية للموسم المقبل زراعة أكثر من 2600 هكتارا بالبقوليات الغذائية من الفول والحمص والعدس والبازلاء، وأكثر من 1000 هكتارا لزراعة الخضار الشتوية،
وذلك في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة. هذا وتشهد الأراضي الزراعية في الغاب إقبالا على زراعة المحاصيل البقولية، كونها تعد بيئة خصبة وملائمة لهذه الزراعة بمختلف أنواعها بسبب تربتها الجيدة وتوفر مياه الري والأيدي العاملة. في الرقة تمتنع صالات السورية للتجارة عن تسليم المواد المقننة منذ الشهر الخامس نتيجة تعميم لا يسمح بالبيع سوى عبر البطاقة الإلكترونية، وهو متطلب غير موجود في المحافظة التي تعاني من انعدام البنى التحتية المطلوبة لهذه الخدمة. عراقيل روتينية جاثمة في طريق تسليم المواد المقننة عبر منافذ السورية للتجارة إلى مواطني ريف الرقة المحرر. شهور مرت منذ انقطاع عملية التسليم باستخدام البطاقة العائلية في انتظار توفر البطاقات الإلكترونية. أمننا بداية الأمر كل المواد اللي يحتاجها المواطن من غذائية، منظفات، منزلية، كهربائية من بداية الافتتاح لغاية هاي اليوم. باشرنا بالعمل بتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقة العائلية والأسرية لعدم وجود بطاقة إلكترونية، لعدم وجود نت بالمنطقة. من بداية الشهر الخامس إلى هذا اليوم ما وزعنا المواد المقننة لعدم وجود البطاقة الإلكترونية. كانت تعليمات من الوزارة أنه ما توزع إلا البطاقة الإلكترونية. الضروري للمواطن هو السكر والرز وما حصلنا عليه من الشهر الخامس. نحن نعاني من نقص وتوزيع مادة السكر والرز من 5 شهور تقريبا أو أكثر، 5 شهور منعت مشان انه بطاقه ذكيه. البطاقه الذكيه هي مثل تفعيل على النت، والنت هين سيء جدا. الاتصال العادي على الشبكه السوريه الخليوي هو سيء. احنا حاليا الاتصالات العاديه غير موجوده عندنا، والنت مو فعال عندنا، فشلون احنا نستخدم البطاقه الذكيه اذا ما عندنا اتصال عادي؟ ما يعني احنا نريد من المسؤولين او الناس المسؤوله عن هالسمو يحاولون ياخذون قرار على الجداول او اللجان الاوليه. بيرز سكر ما بي من 5 شهور. عندنا المؤسسة فيها موجود سكر، موجود رز، موجود مواد تموينية كاملة، وما جاي يوزعوننا إلا على البطاقة الذكية. وبطاقة ذكية لا نملك بطاقة ذكية، وروحتنا على الدير طول شوي. المواطنون طالبوا عبر الكاميرا بالعودة إلى الأسلوب القديم في التوزيع ريثما تسلم البطاقات الإلكترونية، وهو أمر بحسب الأهالي لم يحدث رغم الوعود. ما يوزعون سكر، يقولوا لا بطاقات، وين البطاقات؟ ما بي لا بطاقات ولا بشي، ما بي بطاقات. على البطاقات بكره تجي البطاقات، وبعد شهر تجي البطاقات، وبعد شهر تجي البطاقات، واليوم صار له 5-6 شهور لا جا البطاقات ولا جا سكر ولا رز. يريدهم يرجعون على البطاقه على دفتر اله، مو على البطاقه الذكيه. عرفت بطاقه ذكيه ما عندنا شبكيه. نبي نت خالص بمعدان، معدان جديد. اريد انا دفاتر العائله. تعطيل دور السوريه للتجاره لا ينسجم مع وظيفتها الاجتماعيه في المرتبه الاولى والاقتصاديه في المرتبه الثانيه، وعلاوه على كل شيء يتناقض مع مطلب المرونة المنوط بها في توفير السلع بقطع النظر عن الظروف. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ جمعة العبد مدير فرع السورية للتجارة في الرقة. أستاذ جمعة أهلا بك. أهلا يا هلا، أهلا وسهلا. ما سبب تأخر تسليم البطاقة الإلكترونية رغم الوعود المتكررة بحسب المواطنين؟ احنا الفترة الماضية كلية توزعنا عن طريق البطاقة العائلية، يعني ما كان في اي تأخير بالنسبة للتوزيع. حسب المواد المتوفرة كانت دائما متوفرة باستثناء الشهر 7 و8، وكنا ننتظر موافقة السيد الوزير بهذا الموضوع، وبالاخير اجتنا الموافقة والتوجيهات بتوزيع المواد عن طريق البطاقة العائلية مثل ما كنا نوزع ايام زمان. فحاليا احنا بصدد تخصيص فرعنا بالكميات المطلوبه لتوزيعها على الاخوه المواطنين مثل ما كنا نوزعها بموجب الجداول التي كنا نوزع بها سابقا. نعم، يعني المواطنين في التقرير يقولون انهم لا يستطيعون تسلم المواد بسبب عدم وجود بطاقه الكترونيه. هلا عمليه التوزيع عن طريق البطاقه الالكترونيه اكيد هي فيها صعوبه، لانه المنطقه عندنا ما فيها نت. التعليمات بشكل عام انه متى من الممكن حل هذه المشكله استاذ جمعه؟ هاي المشكله نحن السوريه للتجاره ما هي المسؤوله عن هذا الموضوع، احنا مهمتنا عمليه التوزيع لايصال المواد للمواطنين عن طريق البطاقه الالكترونيه في حال وجودها، اما ان في حال عدم وجودها تم استثناءنا من قبل السيد الوزير وزير التجاره الداخليه وحمايه المستهلك لتوزيع عن طريق البطاقه العائليه ريثما يتم تفعيل البطاقه الالكترونيه. عمليه البطاقه الالكترونيه حاليا من الصعب
تطبيقه لعدم وجود النت بشكل دائم، النت ضعيف. إضافة إلى ذلك ما في بالريف المحرر كله مركز لإصدار البطاقات الإلكترونية. طيب هل من الممكن الترويج لذلك بأنه عبر البطاقة العائلية يمكن للمواطن استلام مخصصاته؟ هيك تعليمات الإدارة العامة حاليا خصصوا لنا مواد تموينية بشكل عام، السكر والرز والشاي والمواد ذات التدخل الإيجابي مثل السكر أيضا بسعر 2200 إن شاء الله تعالى بالقريب العاجل، يعني أقصى حد الأسبوع الجاي يتم التوزيع بموجب البطاقة العائلية حسب الطريقة المعتمدة سابقا عبر الجداول المعتمدة من قبل اللجان المحلية. نعم، نعتبر تصريحكم هو بمثابة وعد أستاذ جمعة. إن شاء الله إن شاء الله هيك. نعم. توجيهات السيد الوزير والسيد المحافظ والسيد المدير العام للسعودية للتجارة، هاي توجيهاتهم عنا. أشكرك جزيل الشكر أستاذ جمعة العبد مدير فرع السعودية للتجارة في الرقة. أقامت منظمة اتحاد شبيبة الثورة احتفالا مركزيا في قلعة حلب بمناسبة الذكرى 53 لعيد الشبيبة الذي يصادف الأول من تشرين الأول، وتضمن الاحتفال مجموعة من الأنشطة والفعاليات. من حلب الشهباء ومن على مدرج قلعتها الشامخة وبمناسبة الذكرى 53 لعيد اتحاد شبيبة الثورة والذي يصادف الأول من شهر تشرين الأول، أقامت منظمة الاتحاد احتفالا مركزيا. هذا العيد اللي كلياتنا نحن فرحانين في عيد اتحاد شبيبة الثورة اللي عانت معانته اتحاد شبيبة الثورة من طلاب من قذائف الحقد على المدارس والجامعات، واليوم تتوج هذه بنصر سوريا عامة ونصر حلب خاصة بأن تكون حلب هي التي تستضيف هذا العيد الشبيبة. هاي الانطلاقة من حلب لحتى نقول لكل العالم انه هاي حلب، هدول شباب سوريا اللي راح يعملوا البلد ان شاء الله. المرحلة القادمة هي مرحلة العمل والبناء، وانطلقنا اليوم من محافظة حلب ان شاء الله. اليوم نحن عم نحتفل بقلعة حلب قلعة الصمود بذكرى 53 لعيد تأسيس منظمتنا الغالية منظمة حلب الثورة. طبعا نحن باسمي وباسم شبيبة حلب وشبيبة سوريا بنقول كل عام وكل شباب سوريا عماد هذا الوطن بألف خير. أكد الشبيبة على فخرهم بالمنظمة كونها ترعى المواهب والطاقات الشابة وتكرم المبدعين وتحفزهم على إكمال عطاءاتهم، وعبروا عن سعادتهم بالاحتفالية في مدينة حلب لما لها من خصوصية ورمزية لدى كل السوريين. الله يحمي حلب، وهي أول زيارة لنا لحلب وشيء كتير يعني حلو، ونحن كتير مبسوطين بالمشاركة. اجينا اليوم لنحتفل بعيد الشبيبة 53 بما أنه نحن كشبيبة، الشبيبة هي هيك شيء كتير يعني تدعمنا دائما، ومبسوطين انه زرنا حلب وقلعة حلب الحلوة. كثير مبسوطين وكثير كان الشغل حلو وكله متعاون مع بعض وكل المحافظات ايد وحدة. عرض كثير حلو، جهزنا شغلات كثير حلوة ومشاركة من جميع المحافظات وتعرفنا كلياتنا على بعضنا. هذا وقد تضمنت الاحتفالية عدة فعاليات، منها ماراثون رياضي ثقافي ومعرض تصوير ضوئي عن مدينة حلب وما تعرضت له من دمار وخراب جراء الإرهاب، إضافة إلى مسؤول كرنفالي وفقرات فلكلورية راقصة من كل المحافظات السورية، إلى جانب تكريم عدد من الشباب المبدعين في الاتحاد. قناة سما الفضائية كنان علوش، حلب الشحباء. النشرة انتهت، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.